مساء الخير وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج آراء. عدنا والعود أحمد. كان لابد من تقديم المساعدة لانطلاق قناة تلفزيونية جديدة هي الثالثة، وكان لابد من تقديم الدعم للزميل العزيز ناجي سليمان الذي ترك كل المغريات وعاد إلى أرض الوطن ليقود هذه القناة الجديدة بطريقتها وفهمها للإعلام، كما كان لابد من تقديم الدعم لزملائنا في برنامج حوارات ساخنة على الثالثة، وبعضهم زملاء ترافقت وإياهم في مشوار طويل عبر برنامجنا آراء وقناتنا الأولى. اليوم الزميلة سهام البنا سوف تكمل المشوار هناك، فتحية لها منا جميعا، وتحية لكل زملائنا في برنامج حوارات ساخنة على الثالثة. والآن نعود إلى موضوع حلقتنا لهذه الليلة، ولكن وجب التنويه إلى أنه كرمال زملائنا على الثالثة قررنا أن نجري تعديلا على اسم برنامجنا، فأصبح آراء على الأولى. موضوعنا لهذه الليلة حساس ومهم، بات يستأثر باهتمام الكثيرين، ولكن الحديث به يجري همسا ووراء الكواليس. تعالوا نتحدث عنه علنا وبصوت مرتفع دون أن نتجنى على أحد. همنا فقط الوصول إلى الحقيقة والبرهنة عنها بالبرهان القاطع، والحقيقة قد تظهر في حوار أشخاص عاديين أو اختصاصيين، ولكن المهم في الأمر أن لهم وجهات نظر مختلفة، أي آراء على الأولى. موضوع حلقتنا لهذه الليلة المنشآت الخدمية التي أقامتها الدولة حين كنا نتجه نحو سيطرة الدولة على كل المرافق العامة، والآن بعد كل هذه المتغيرات العالمية وسيطرة اقتصاديات السوق، ماذا نفعل بهذه المنشآت؟ منشآت كتجارة التجزئة العامة ومؤسسات الخضار والفواكه ومراكز التوزيع للمستهلك، هل نعرضها للبيع في المزاد العلني أم نؤجرها لأبناء المسؤولين السابقين عن المؤسسات عينها لتنتقل الخبرة من الآباء للأبناء؟ شو في أستاذ جمال؟ شو في؟ شو المشكلة؟ أبناء المسؤولين السابقين لتنتقل الخبرة من الآباء إلى الأبناء، بصير هذا الكلام يا دكتور؟ دكتور رجب العطوان الباحث في اقتصاد السوق وصاحب كتاب كنت اشتراكياً، أهلا وسهلا فيك دكتور. والدكتور عاطف الزاهي الاختصاص في اقتصاديات السوق، لازم نفتح الآفاق. هيك بنفتح الآفاق يا دكتور؟ أحد الناشطين المناهضين لمفهوم اقتصاد السوق والعولمة، أهلا وسهلا فيك. ماشي يا شباب، اذا عم وعدنا ماشي نلتقي. يلا سلام. مع السلامه. عليك يعطيك العافيه. خلصت. مساء الخير. فاجأتك ما؟ شو عم تعمل اليوم؟ جاي لحتى اشوفك. ليش لحقتيني؟ عم تجسسي علي؟ لا بس جاي اقول لك خبر كثير بفرحك. اخبارك بعد تعنيني فيصل، بس اسمعني شوي. أنا جاي أقول لك إنه أنا خلص سقطت الولد. هذا الموضوع ما عاد يهمك. فيصل كيف ما عاد يهمك؟ السبب اللي تركني مشانه خلاص راح. حبيبي بس قل لي هل أنت مبسوط هيك؟ شو بدك هلا؟ أنا بس بدي أسألك سؤال واحد وجاوبني عليه بصراحة. هذا السؤال كثير شاغل بالي. أنت كنت تحبني وحبلي خلاك تكرهني، ولا صرت تكرهني وحبلي كان الحجة؟ الموضوع اللي رح نشتغل عليه هالمرة رح يكون اقتراحك انت. حبيبي اقتراحك هذا هو نتاج معرفتك المسبقة، بمعنى انه الموضوع اللي رح تقترحه لازم تكوني بتعرفيه منيح. نساء بعد الطلاق. هل الطلاق نهاية المرأة؟
المطلقة أم بداية لحياة جديدة؟ محطاء، هل يمكن للمطلقة أن تعيش وتبدأ بدون طليقها؟ أم أنها ستشعر أن الحياة قد خانتها وعليها أن تدير لها ظهرها؟ That's it. الحياة الحبيب لنا.
ارجعي نامي وحاجي ولدني. فيصل انا بحبك. بحبك. بك راح اموت. خلصنا هنادي، خلصنا. فيصل انا خسرت كل شيء. يعني بقيت حياتي. عمرينا. هنادي انا مالي مستعد احكي بهيك امور الليل. طيب رجعني. رجعني وانا مستعد اصير عبدي عندك. خدامة بين ايديك. رجعني وعمل اللي بدك اياه. بدك تتجوز. حبيبي معلش روح اتجوز. انا قبلانة بكل شيء، قبلانة يصير عندي ضرة. هنادي هنادي. يا فيصل. يا فيصل انا حموت بلاك. لك انا سقطت الولد. طيب خلص نامي هلا. بكره الصبح بتصل فيكي وبحكي. فيصل. شوفوا موضوعنا رح يكون بعنوان نساء بعد الطلاق. انا لاحظت انه في عنا نوعين من النساء المطلقات. النوع الاول هن اللي بيجتازوا محنه الطلاق بسرعه وبيتفاعلوا مع حياتهم الجديده وبيفتحوا لحالهم افاق واسعه وبيبداوا مرحله من اثبات الذات والتعلم، او بتلاقيهم بفوتوا مجال العمل من اوسع ابوابه. والنوع الثاني هن العكس طبعا. طبيعي بتلاقيهم متازمين باستمرار وبفكروا انه الحياه انتهت بمجرد ترك ازواجهم لهم. بهالحالة بتلاقيهم دائما بفكروا بالخسارة وبفكروا بشي تاني ابدا، ودائما محبطين وبائسين وبيهملوا حالهم وبيتهم واولادهم، حتى ممكن انه يحاولوا ينتحروا. اللي بدي اقوله، هل الحياة بتنتهي والدنيا بتخرب بمجرد ترك الزوج؟ هيك اسئلة رح نطرح، شو رايكم؟ هلا اذا بدك تناول الموضوع من هذا الجانب، انا بتصور انه بكون موضوع مهم واهميته تكمن بهالثنائية. بتصور ونجمع نساء مطلقات من النوعين ونخلي كل نوع يحكي عن تجربته، حتما رح يصير نقاش مثير. رح نقدم النموذجين مع ريبورتاجات مصورة عن النوع السلبي والنوع الإيجابي، وكمان رح نورجي العالم حياتهم بعد الطلاق. ولازم نورجي وجهة نظر الرجل. خلينا مشاعر بالموضوع. إيه بس الرجل هو المسبب، وغالبا ما بتهمه القصة، وبيبدأ حالاته بلا ما تنهز شعره من راسه. لا لا الموضوع مو بهالبساطة، يعني مو معقول كل الرجال بيشبهوا بعض. لا يا سيدي كل الرجال بيشبهوا بعض. هي وجهة نظر شخصية. يعني مو وجهة نظر شخصية، لا لا جميل، اسمعني شو هيدا الشيء عامل في كل مجتمع. لا 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 ما بنحكي بهالطريقة اللي كثير فيها. لا 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 شو يا شايف علقت هون، كيف بعد الحلقة؟ معناها الموضوع كثير منيح وراح يصير جدل. خلونا نحط خطة عمل ونوزع المهمة. صباح الخير عبير. خير شو القصة؟ ما في شيء. دكتور كثير مبسوط، سمحك كثير حلو من وزير حلقة امبارح. ايه ممتاز. انا ما تفوت عند احمد حبه. مين؟ جمال تبع الرقابة. قولي لي اهرب لك. لا شو تهرب؟ اه بشوفك الدكتور. دخلك غير الوزير، مين اتصل بالدكتور؟ المدير العام. معناتها مشان هيك بده يشوفني؟ ما بعرف، بس الدكتور صار كثير قوي ما عم يهمه حدا. انت كيفك؟ مبسوطة فيك ومشانك. قال في عالم امبارح شافوك عم ترقص بالديسكو. اوف عبير صار عم تتجسسي علي؟ مين هاي مدموزيل حنان؟ كمان قالوا لك اسمها؟ لحظة لحظة انت... ما تفكرني عم جمع اخبارك، كل قصة انه قالوا انك كنت مبسوط وهذا بيسعدني. يا ستي شكرا. مين هاي حنان؟ Thank you.
مرحبا عم. اهلين، ممكن كلمة؟ تفضل. مو حضرتك الأستاذ سامي اللي كنت رئيس قسم التعاقد بمؤسسة التشييد العام؟ ما عرفتك. مين حضرتك؟ اسمي وائل. أنا آسف لأني عم أتطفل عليك بهي الطريقة، بس في عندي كم سؤال حاب أسألك إياه. أنت شو؟ إنسان عادي وحياتك، لا يروح فكرك لبعيد. أمن؟ لا، شو أمن؟ صحفي. السيد الوزير شاف الحلقة من أولها لآخرها وكان مبسوط. ممتاز، ممتاز جدا. غير السيد الوزير، دخلك مين نقل لك انطباعه؟ جماعة الرقابة، وكان عندهم شوية تحفظات على طريقتك بتقديم الحلقة وأسلوبها وأسئلتك اللي كان فيها نوع من الطرافة، خلينا نسميها. ايش بدهم يعني يا عمي؟ تقل دمي مشان ينبسطوا. لا ترد عليهم يا رجل، لا ترد. أنا برأيي الطرافة هي اللي أعطت البرنامج حقه ونكدته. اتجاهلهم يا أخي. سيدي أمرك، تجاهلناهم. شو بدي أسألك رأفت؟ أنت شفت المدير العام بيوم من الأيام أنت وناجي سوا؟ إيه طبعا شفناه، رحنا لعنده بناء على طلبه. وقت حب يطلع على قائمة الموضوعات. وشو كان رأيه؟ مثل العادة، قال في موضوعات ما بصير نتطرق لها. أها، مشان هيك هو يسألني بالحرف الواحد إذا كنت أنت رجعت من الثالثة للأولى لحتى تتمدمد وتاخذ راحتك. على المنطق. إيه وأنت شو جاوبته؟ اللي فيه نصيب. المهم طلب مني ذكرك بكلامه معك. دكتور، اللي بصراحة انت شو رأيك؟ لما تركنا ورحت على الثالثة قعدت وفكرت، انا شو بدي بهالشغلة؟ انا من مين خايف؟ من جمال المنطوط اللي ما بيعرف مصلحة البلد، ولا من مدير عام حطوا يرأس جهازنا وشعاره لا تغلط حتى لو اضطريت انك ما تشتغل؟ انا مدير معتمد لهي القناة وبعرف مصلحة البلد، وبعرف اذا البرنامج ما بيهم الناس وما بيصير اهتمامهم بيفرحهم رح يركب ببساطة على اي محطة تانية. رح ناقشهم يا رأفت، رح ناقشهم لانه انا معك بكل شيء عم تساويه وبشعر بالفخر باني جزء منه. رح ناقشهم، تعرف ليش؟ اولا مشان حافظ عليك، وثانيا مشان حافظ على مشروعنا المشترك. يعني عليك يا دكتور، يعني عليك اخي. قلت لك فرقني. طيب انت من شو خايف؟ حبس وانحبست وتبهدلت وطلعت من وظيفتك، لسه في شيء تخاف عليه؟ اخي الله يرضى عليك، دور على حدا غيري. حدا غيري؟ بس ما حدا تضرر من زكي بيك قدك. لا سيدي فيه، بس ما حدا بيقدر يفتح تمه. عظيم، معناته لازم حدا يحكي مشان ما عاد يضرروا ناس اكثر. اخي انت من وين عرفت قصتي؟ وكيف استدليت علي؟ كنت عم دور على شغله بالارشيف، امتلقيت ادبارها بالفعل لفتت لي نظري. لما درستها شفت فيها قصتك وحسيت انه في شيء غلط، في ظلم. استاذ انا ليش عم اشتغل صحفي؟ مشان اوقف بوش هذا الظلم؟ يا سلام، وما لقيت غير يتواجه فيه الظلم؟ شوف يا اخ، هذا زكي بيك حوت كبير، ما حدا قدر يوقف في وشه ويحاسبه، ممكن يبلعني ويبلعك. رح ضل الموضوع بيني وبينك لبين ما يكتمل التحقيق، بعدين ما حدا رح يعرف اني شفتها. بس انت رح تقدم تحقيقك لمديرك في جريده. طبعا. والجريده رح ترفضه وحياتك، فلا تعذب حالك وتعذبني معك. هي غير المصايب الاكبر اللي رح توقع انت فيها، وطبعا انا قبلك. الايام تغيرت يا عم سامي. الايام تغيرت، بس الناس هن هن. خايف من شيء؟ شوف يا اخ، شو كان اسمك بلا زغرة؟ وائل. شوف يا اخ وائل، بتعرف ليش انا بجي لهون؟ بعرف، لانهم طلعوا كل شيء. لا سيدي انت ما بتعرف، انا بجي لهون لحتى ما يطع عقلي بالبيت. بقعد بتفرج على الناس وبقنع حالي انه الحمد لله اللي طلعوني من الحبس، وعم استمتع بالهواء والخضرة والمي وشوفة البشر. بس يا عم سامي، الإنسان كمان ممكن يجن إذا ما ريح ضميره. وشو اللي جابني لهون برأيك؟ لأنه ضميري حي، شفت الغلط ونبهت عليه، فتأمني زكي بيك. بعرف، لبسوه كل الموضوع وسرحوا كل حدا ذكر اسمه بالإدبار. المشكلة طلع هو بكل التحقيقات موقع على تواقينا، فمين بده يصدق إنه رئيس قسم بيوقع بعد المدير؟ لذلك ما لقي القضاء في وشه غيرنا. فالله يرضى عليك، بعيد عني وخليني عم استمتع بالهواء. انت احبطتني يا عم سامي. انت شاب اول عمرك ومتحمس، وان شاء الله رح تعيش وتشوف كثير. ممكن تفكر على مهلك؟ وائل علي باشا، شو بيقربك ممدوح؟ ابي. لا تتوقع مني خبرك، الموضوع اكبر مني ومنك.
عم تشوفي رأفت؟ يمكن أنا بالمكتب كان طاير عقله. كيف يعني؟ رأفت مبسوط كتير. يا عمي حقه لرأفت ينبسط، حلقته الأخيرة على فكرة كانت كتير كتير ناجحة. جنة، الدكتور كتير مبسوط، أنا مبسوطة أكتر. بس خبرتني سواد إنه كان عم يرقص بالديسكو بعد الحلقة. بالديسكو؟ مع مين؟ وحدة اسمها حنان. قالت لي على شوي كانت رح تقعد بحضنه، بس هو كان عم يتعامل معها كتير. رأفت البنات بيحبوه. ده الشيء عم يضايقني. اسمعي يا عمر، ممكن اقول لك شيء وما تزعلي مني؟ بخصوص شو؟ عنك وعن رأفت. قولي. ما بدي اياكي تحبي. اوف، شو هالطلب هاد؟ خايفة على مشاعرك. رأفت مو من النوع اللي بيحب واللي بيعشق، ناهيك عن الزواج اللي انت بتطمحي له. لكن ليش انت عاجبك؟ انا عاجبني؟ فكرتيني ما عرفانه؟ شفت ثلاث مجلات فيهم صور وبدرجك، هذا غير اسئلتك الدائمة عنه. انا كمان ما بدي اياكي تحبي. شكلك سيرتي من جديد؟ لا. ليش ما بدك يعني حب؟ لان ما معقول وحدة تنافس بنتها. طيب لنفترض شي امه بنتها حبوا رجل واحد، شو ممكن يصير؟ جاوبي انت. طول عمرها اللي بتضحي مشان سعادة بنتها، فيا ترى البنت ممكن تضحي مشان سعادة امها مرة واحدة بالعمر؟ مرة واحدة بس؟ لحظة مرحبا هنادي. أهلين سيهان، منيح اللي اجيتي، تفضلي. شو كنتي نايمة؟ بنام طول الليل. خير ان شاء الله. عم بتصيد ولا فيصل بيك؟ بتصيدين؟ كيف يعني؟ ما فهمت. عم بفتل وراه مطرح لمطرح، طلع سهران مع رفقاته. بالاول شكيت فيكي. فيني؟ ليش بقى؟ معقول يخطر ببالك اني اطلع اسهر مع فيصل افندي؟ انا اسفه سيهان، لا تزعلي مني، بس فعلا ما عم بعرف كيف عم فكر. تشربي قهوه؟ لا اتركيني من القهوه، انا جاي اقترح عليكي اقتراح. بخصوص شو؟ شو رأيك تشاركي بحلقة من حلقات برنامجي؟ أنا؟ إيه أنتِ؟ لك أنا عايفة حالي ومنظري بيقسي. هلا تركيني من منظرك، خليني أحكي لك على الفكرة وبعدين قولي لي عايفة حالي. طيب، خليني ساوي فنجان قهوة لحتى أصحالك منيح. ساوي سوي. أستاذ أنا وصلت قدام مؤسسة ذكي بيت. إيه رح فوت. ابنه؟ طيب اوكي. عفوا، شو بقدر اخدمك؟ ممكن قبله لسهر بيك؟ وشو المناسبة؟ آخذ موعد بالموت؟ لا بس أنا صحفي وهي كرتي. عم نلاقي شخصيات عامة كان لها دور هي ومؤسساتها بفعالية اقتصادية، زيادة فرص العمل بالنشاط الخيري. قام وقع اختيارنا على ساهر بيك، ما شاء الله عنده كل هدول. طيب، تفضل ارتاح شوي. ايه هذا باختصار موضوع الحلقة. بدك يعني احكي لكل الناس عن حالتي؟ ايه وين المشكلة؟ مشكلة كبيرة. تاني يوم ما رح استرجي امشي بالشارع، كل الناس رح يشاوروا علي ويقولوا ليك هاي مطلقة. ايه انا مطلقة وانت مطلقة، وين العيب؟ سهام، بنظر الناس ببلدنا عيب، وعيب كبير كمان. قولي لي شو هو اللي مانه عيب بنظر الناس ببلدنا؟ كل شيء، بس ما حدا بيعترف بعيوبه، الناس مخباية بتيابها يا سهام، كله بيقول شوفوني ما احلاني. بقى بدك يعني اطلع قدام الكاميرا وقول اني مطلقة وجوزي ما بيحبني وما بده ياني وراكد ورا مرته الاولانيه اللي هي انت؟ مو هذا المهم، المهم تحكي عن وضعك اللي انت عليه، عن حالتك النفسيه. شو بدي احكي عن وضعي هلا؟
بدي احكي اني بعد ما خطفت جوزي من مرته الاولانيه كرهني، صار يتقفف من اي شيء بالعالم انا بعمله، وبعد ما عرف انه انا حامل تركني وحلف علي وما عاد وجاني وشه. هلا انا رح اقدم مثالين، انت ورح تكون معك وحده مطلقه، بس طبعا وضعها غير وضعك، عايشه حياتها وعم تشتغل وعم تبدع ومهامها ماشيه. يعني مثلك؟ مثلي، بس مو انا. انت رح تقدمي الوجه الثاني للمراه المطلقه اللي ما انا عارفانه تعيش حياتها بعد طلاقها ومفكره ان الدنيا انهدت فوق راسها. قول انه انا فكرت بالموت. ايه قوليها اذا بدك. وانه لساتني مفكره؟ لساتك مفكره؟ ايه. بتجيني الفكره لما بكون نايمه بالليل وعم ابكي لحالي. شيء بيشبه الافلام التسجيليه العالميه عن الشخصيات المهمه وخاصه عن الشباب الناجحين. حضرتك درست بامريكا وبتعرف قديش بيهتموا بهاي القصه هنيك. طبعا صدقي تامي، بامريكا في بزنس مان التي في ساهم كثير بشهرته. بيل جيتس فور اكزامبل اند ماني اذرز. نحن هالشغله عنا مفقوده كومبليتلي. يعني عليك ساهر بك. لذلك حابين نبدا مع حضرتك لانك فعلا المثال الساطع عن الشاب الناجح اللي متخرج باداره الاعمال من اهم جامعات بامريكا. طبعا جورج تاون. واللي عم يحقق طموحاته الكبيره وطموحات جيله كمان. Yes my dear, you are the best example. لازم تعمل انترفيو. طيب يا عفوا شو كان الاسم؟ وائل علي باشا. طيب يا اخ وائل، مفكر نرجع من خبرك. شرفت. شكرا جزيلا لك ساهر بك. رقمي موجود عندك على الكرت وانا على كل بكره بمرق لعندك. اهلا وسهلا. شكرا. ممكن اعرف شو خطر الموضوع؟ بكل العالم موجود هالشيء. بالنسبة لنا الوضع بيختلف. نحن عنا الواحد لازم يكون بعيد عن الاضواء مشان شغله يمشي. بس نحن عم نعمل مشاريع خيرية ونقدم اعانات ومنح مشان الناس تحكي عنا. الناس مو انت. بعدين انا رأيي انه لازم نستشير الوالد. يعني he must ask back about everything؟ يا فارس انت بتكبر الموضوع زيادة عن اللزوم. انا ما بعتقد انه بابا عنده مانع ابدا اني اطلع واحكي عن انجازات مؤسستنا. شور، لأن الناس بيشوفوا how cute and handsome you are. حتى لو انا قبلت، فكرك حقدر احكي مشكلتي على التلفزيون؟ يمكن من اول كلمه رح افلت بالبكي وما حدا بالعالم حيقدر يوقفني. تركيني بالتلفزيون هلا، انا حابه اطمن عليك. لامتى رح تضل هي الحاله مسيطره عليك؟ ما بعرف، لحتى الله يفرجها. يا اما بيرجع لي فيصل يا بموت، ما عندي حل ثاني. شو رأيك تعمل معرض سوفينير؟ شاركيها واشغلي حالك، الحل انك تشغلي حالك. لك يا ريت يا ريت سهام، بس ما بقدر. هاي فيصل. فيصل ليش ما اتصلت فيني مثل ما وعدتني؟ حبيبي انت ليش عم تكذب علي؟ لا اليوم انا بدي اليوم. فيصل انا عم موت، لك انت ليش ما عم تحس فيني؟ عن جد؟ طيب حبيبي طيب، انا رح استنى تليفونك. باي. مستغربة من حالتي و ما بعرف شو بدي اقول لك. هنادي معك حق، بس انا مو طالع بايدي اعمل شيء، ما عم بقدر اعمل شيء. حاسه كاني مسحوره. سهام انت بتامني بالسحر؟ بعدين بدنا لقطه لواجهه زجاجيه لمؤسسه استهلاكيه. واضح انه ما انمسحت من يوم الافتتاح. بعدين لقطه لصاله البيع اكيد رح تكون فاضيه وفيها يعني الموظفين اللي مهربانين قاعدين، إذا عم ياكلوا فول أو يشربوا شاي أو كذا بتعديلوا اللقطة. وبعدين طيب شو زي، يلا بعدين بنكمل. ماشي أستاذ. منيح ومشتاق لك. شو يا حنيت؟
لا ابدا، بس مدري مين اللي قال الخطبة تزول والصداقة تطول وتطول. شو صاير فيلسوف كمان؟ ايه اللي كيف لقيته هذا؟ شغلة ما بتتصدق. كيف يعني؟ بفكر حاله بيل جيتس. إيه؟ معه بصير مالتي مليونير مثل بيل جيتس. وانجازاته؟ مو مشكلة، بيل جيتس عمل مايكروسوفت، هذاك بيعمل مايكروسوفت. قلت له رح نعمل فيلم عن الطموحات اللي حققها واللي بتمثل طموحات جيله. وكانت في صاحبته مدري ولا خطيبته ما فهمت تماما. بالمناسبة كثير تحمست للفكرة. وكان في واحد يمكن اسمه فارس. ايه هذا صديقه وكاتم اسراره بمثابة مدير مكتبه للشؤون النسائية. بس كأنه هالكاتم رح يخربط لنا الشغل. كل شيء كان ماشي تمام لحد ما اجى مدري شو وشوش وكلمتين بإذنه، عم قال لي برد لك خبر. بس أنا أصريت إنه أمرق بكره لعنده. عظيم. دخلك سامي اتصل؟ لا ما اتصل. طيب بكره الصبح بتحكي معي مشان تجي لعندي ونحضر الأسئلة سوا. بس بلكي ما بدهم. شلون ما بدهم يرضوا؟ رح تروح لعنده ومعك الكاميرات وتعمل اللقاء فورا. شو؟ مثل ما سمعت. فوتي زهرة. يعني هلا طلعتني يا سامي؟ حتى نحكي انجليزي. انجليزي؟ سارة عم تحكي انجليزي كمان؟ شو قصة الانجليزي؟ علمونا انجليزي. هات لنشوف، سمعنا. بليز. هي هي بس بليز. طب سمعنا شي كمان. عندك الانسه بكره. لك دخيله هالشب الانجليزي الحلو. تعا قرب قرب قرب. اشتقت لك انا. يلا انا صار لازم امشي. لا وين تمشي؟ بدنا نتغدى سوا. بليز. شكرا حبيبي. يلا الحقوني الحقوني على المطبخ. يلا. تعا ماما. فوت. لحظة زهرة بس لأشوف مين. تحضر السفرة؟ أوكي. ألو. أهلين ناهي. لا ما بعرفها. طيب خليكي عنده وأنا شي ساعة بكون. باي. ناهد لا انا جاي فورا، ترجيها تستنى نص ساعة. ماشي باي. بسرعة الله يخليك. ليش هيك عم تعملي؟ مو بايدي فيصل، مو بايدي. هلا دي انت هيك عم تسيئي لحالك. انا مستعدة اعمل اي شيء بدك اياه. اللي بدي اياه هو انك تعقلي بلشي تشوفي مصلحتك بقى. طيب قلي، دلني كيف اتصرف؟ قلي شو اعمل؟ كيف ممكن تكون رضيان؟ قلي شو اعمل حتى اقدر ارضيك؟ فيصل، بدي اياك تضل تحبني. قلت لك انا مستعدة اصير عبدة بين ايديك. شو رايك ابعتك رحلة على اسبانيا؟ شو اسبانيا؟ يعني سياحة، تروحي تنبسطي، تشوفي حياتي. شو معناها يا روح اذا رحت لحالي؟ اذا بتاخذني انت ايه؟ روح معك لجهنم الحمراء. انا بروح. مو هلا قلتي انك مستعده تعملي اي شيء خليني رضيان عني؟ خلص سافري. لك يا هلالي، عندك بيت، بيت صار باسمك، فرغت لك اياه، والسياره ملكك، رصيدك بالبنك يغزي العين، يعني شو بدك احسن منه؟ روحي شوفي حياتك، دوري انبسطي، اتصلي برفقاتك الادبه. لك شو بكي؟ دبري حالك بقى. انا
ناقصني شخص واحد بس. إذا بدك طلع عملك بالقف سمعيتي. ما عم بقدر. ما عم بقدر. بدي أرضيك بسكوتي. بالياب. ما عم بقدر. لك يا ريت موت أنا. موت حتى أخلص من هجرك إلي وريحك. على الأقل بتزعل علي شوي. حسبي الله ونعم الوكيل. أنت بس حبني. بس خليك عم تحبني فيصل. ولكيف بدها تظبط الشغل؟ كيف؟ مثل علي، اتكذب علي، روح حب، تجوز، عمل صداقه، ساوي اللي بدك اياه، بس خليني عم شوفك من وقت للتاني، خدني عشيني معك، عمل مثل ما كنت عمل على طول، جيب لي وردة حمرا، انا ما بدي منك غير هيك، بعد منا روح ساوي اللي بدك اياه.